أنت رجل مواطن يعني. عراقي وأنا هم عراقي والأستاذ أحمد الياسر عراقي وهمنا إنه العراق يطلع من هذه المشكلة. لا أنا أشك ميليشيات. أنا أشك أنا أشك السيد عراقي أنا أشك الذي يقول أستاذ أحمد أن تتدخل بالشأن بالشأن العراقي هذا يجب أن تشيك جنسيته العراقية مع احترام للسيد الشرع. أنا أشك أن السيد الشرع ينتمي إلى العراق. طيب. كيف تقول إنه أمريكا تركيا عادة تدخل في شمال؟ لا أرجوك. لا أرجوك. مودي من عشيرة محترمة وهلك سادة محترمين. كيف تقول هذا الكلام؟ سادة أحمد. أرجوك. تتدخل في شمال العراق. كيف تقول عراقيتي؟ لكن. عفوا أستاذ أحمد يعني إحنا حقيقة خلني أستاذ أثير تفضل. هذا الكلام يعني. احنا جاي نحل الموضوع حنطيك وقتك حنطيك وقتك استاذ احمد عفوا يعني حنطيك حنطيك وقتك استاذ احمد انا على وشك ان ارجع لك استاذ احمد عفوا 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 استاذ اثير استاذ احمد عفوا عفوا اذا تسمحوا لا عفوا دقيقه احنا لازم المشاهد يفهم نقطه نقطه لازم يفهم نقطه استاذ احمد عفوا اذا تسمح تدخل في العراق احمد كيف هذا الحكي عفوا استاذ احمد استاذ احمد اذا تسمح ما راح ادافع عن نفسي استاذ اذا تسمح استاذ احمد ما راح ادافع عن نفسي راح يجي دورك استاذ احمد عفوا 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 استاذ اثير استاذ احمد راح يجي وقتك الناس دا تتفرج تحاول تفهم معلومه نحاول نوصلها بطريقه سلسه وراح يجي وقتك وتدلل وكل واحد عنده وقته تفضل استاذ اثير بالرد أنا أحترم رأيه طبعاً رأي سيد أحمد الياسري أحترم رأيه كثيراً لكن أنا أبقى عراقي والكل يعرفني لكن عندما أنا أقول طيب خلنا نقول البعثية لما أجوا أمريكا وغيروا النظام من وقف للعراق السعودية وقفت للعراق من جاب الويل للعراقيين غير السعودية وباقي أطراف الخليج ليش ما نقول احنا ايران هي ليش ما اقول الحق هذا ايران مو موضوعنا هذا مو موضوعنا ما نريد هسه نطبق دهاليز هذا الموضوع انا حكيت بيه وياك كثيرا في حلقات تمام سابقه تمام استاذ تمام اثير تمام انا سالتك تمام سؤال تمام سالتك سؤال واضح احنا اليوم عراقيين وما نريد العراق يدخل نسيت السؤال سؤالي تفضل سؤالي عندنا امريكان السؤال تحالف دولي ميليشيات تابعه لايران لا تقول لي ما عندنا ميليشيات تابعه لايران ولائيين وواضحين وموجودين انت اليوم انت اليوم أرض خصبة للضرب اليوم الأمريكان ترامب إذا يريد يضرب يضرب الميليشيات اللي موجودة ما نقدر نحكي صواريخ إيران اللي انضربت تبلغوا بها السيد عادل عبد المهدي اللي انضربت على قاعدة عين الأسد ما قدرنا نرد وتبلغنا بالتليفون سلام عليكم ترى راح نضرب صواريخ وغيرها ولا اعتذرت إيران ولا أخذت تخويل ولا غيره شلون أنت تقول لي العراق في أمان مما حدث هذا تصعيد خطير العراقيين أول المستهدفين لا انضربت سوريا ولا انضربت اليمن ضربنا إحنا يا سيدي الكريم كيف ترد على ذلك أنا إذا أقول لك بما يخص اغتيال السيد محسن فخري زادة ربما يكون العراق ليس هدفا أو العراقيين ليس هدفا هذا ما قلت أني شنو دليلك يكون هناك هدف مثل يا أخي خلي مثلا أنا يعني شنو دليلي يعني أنا ما عندنا مشكلة ويا إيران يا عزيزي بس هو يضرب يعني عفوا ضرب القاعدة عفوا ضرب القاعدة عين الأسد مو ضرب العراق مو ضرب العراق احنا لازم اي بس احنا لا يعني احنا من نجا ضيف مثلا خلي نقول السليماني مو كان ضيف بالعراق هسه انت لما يجي عندك ضيف ضيف في, في 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 بيتك ويقتال هذا الضيف من يكون المسؤول اذا انت ما دافعت عنه وما حميت هذا الضيف زين. يعني واحد شو يسوي غير دافع عن نفسه هسه خلي يجاوبني استاذ احمد جميل هسه ننتقل يعني اذا انت ما قدرت جميل بعدني ما كملت خلي تفضل بس تفضل اكمل اكمل تفضل تفضل انا واحد اتكلم عزيزي احنا كلنا افقنا كمل. واسع انا ما ادافع عن ايران ما لي علاقه بايران انا رجل عراقي جميل. ابن عراقي ابن عراقي ولا لكن هذا اريد اوضح امور مهمه جدا إيران هي الدولة الوحيدة قد تكون أكو تدخلات لكن التدخلات اللي تتدخلها إيران هي بموافقة السياسيين ليش السياسيين اللي كانوا دعمتهم أمريكا الآن تخلوا عن أمريكا ولجوا إلى إيران